موجز إخباري جديد يأتيكم من موقع صدى البلد، أهلا بكم. أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه تم استدعاء مدير مستشفى الحسينية، وذلك للوقوف على حقيقة الفيديو المنشور على فيسبوك والذي يستغيث فيه مواطن من وفاة جميع الحالات المتواجدة داخل عناية عزل المستشفى بسبب انقطاع الأكسجين. ونفى وكيل وزارة الصحة بالشرقية خضوع مدير المستشفى للتحقيق، مؤكدا أنه ليس متهما وأن استدعائه إجراء من قبل رجال النيابة العامة للوقوف على حقيقة الوضع. نفى مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم صحة ما نشره أحد حسابات تويتر المنسوبة لوزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي حول تعميم الأبحاث بدلا من الامتحانات لكل مراحل الدراسية. وأكد المصدر أن الحساب مزيف ولا علاقة له بالدكتور طارق شوقي، وبالتالي فالوزارة غير مسؤولة نهائيا عما ينشر عليه من أخبار كاذبة. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غداً الاثنين مائلاً للدفء على القاهرة والوجه البحري نهاراً، شديد البرودة ليلاً والرياح معتدلة، يصاحب ذلك شبورة مائية كثيفة صباحاً على الطريق تصل لحد الضباب. قضت محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار عامر درويش بتغريم مجدي عبد الغني لاعب الأهلي السابق 20,000 جنيه وتعويض 20,000 جنيه وإلزامي بمصاريف وأتعاب المحاماة، وذلك لسب وقصف جمال جبر مدير الإعلام بالنادي الأهلي في إحدى البرامج التلفزيونية. ولمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا صدى البلد الإخباري. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.